ينضم إلينا الآن عبر الهاتف اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار الخبير في الشؤون العسكرية. صباح الخير أستاذ مأمون. صباح الخير. يعني في البداية، ما هي حقيقة القوة العسكرية التي يمتلكها داعش خصوصا فيما يتعلق بالمضادات الجوية، وخصوصا كما نعرف أن الأسير الكساسبة هو أول أسير يتم أسره في هذه الحرب ضد التنظيم؟ يعني بداية لا يوجد أردني وتأثر وصدم بهذه الحادثة. قلت هذا طيار معاذ كساسبة هو مثال كبير الحقيقة للتضحية والفداء والبطولة، وهذه اللي بتمتع فيها طياري سلاح الجو بالروح قتالية عالية لا تقهر. بالنسبة لسؤالك، بالنسبة لوسائل الدفاع الجوي اللي ذكرتيهم الثلاث موجودين بيد داعش، لهم خبرة، مهارتهم كويسة فيها، لكن لا نعرف نهاية هذا التاريخ هل هي وقعت من قبل هذه الوسائل أو النتيجة لخلل معين بالطائرة كما ذكر المصدر الرسمي. يعني ما يشاع بالإعلام على فكرة يجب التقصي الحقائق فيه بكل دقة، وأعتقد أن المصدر الحكومي الرسمي هو الذي يجب أن يصدق في مثل هذه الحالات، لأنه لديه كل المعلومات والتفاصيل الكاملة بما حدث. عدا عن ذلك يكون من يعني فقط بأسلوب التكهن أو التحليل يمكن. نعم سيد مأمون، مضبوط، هناك سيناريوهات عديدة يعني وردت في وسائل الإعلام، وخصوصا بهذا الصباح، وخصوصا فيما يتعلق بالصحف المحلية، ما زالت السيناريوهات متعددة ولم يثبت شيء. ولكن فيما يتعلق بالخيارات الاستراتيجية المتاحة للأردن للتعامل مع ملف الأسير الكساس، وطبعا ضمن خبرتك العسكرية، تفضل. هذا صحيح، والتغطية تبعكم رائعة، ويا ريت كل الإعلام بيحذوا نوكوا حظكم بتمتين الجبهة الداخلية والالتفاف نحو ما يحدث. بالنسبة للسيناريوهات، يعني الأردن لا يختلف عن باقي الدول بمثل هذه الحاليات، ويمكن ذكرها بعض الدكتور اللي سبقني المصالحة. يعني هنالك تفاوض غير مباشر، هنالك تبادل، أو هنالك دفع. فرنسا دفعت الأتراك، عملوا عملية تبديل بين الأسرى والمقتطفين تبعينهم، فهذه شيء نهج دولي أصبح، والأردن يتمتع بعلاقات دولية كبيرة وإقليمية، وأعتقد أن سيلعب بالاتجاه الصحيح في هذا. قلت هذا، يعني هذه عملية يجب أن يعني يكتمنها السرية الكاملة، وعد يعني يجب على الجميع الالتزام بما يقال بالنسبة لهذا الخصوص. صحيح. في هذه الأوقات الحرجة. نعم. وندعو الله أن يعود هذا الطيار البطل إلى أهله ووطنه سالم. نعم، يعني لكن سؤالنا الأخير يعني بعجالة، يعني عسكريا هل برأيك هذه الغارات ستكفي للقضاء على تنظيم داعش؟ لا، لن تكفي، يعني لابد من تغيير شوية بالاستراتيجية. استخدام سلاح الجو يجب أن يكون كالعاصفة، هي قوة مدمرة الحقيقة. يجب إعادة النظر بالاستراتيجية المتبعة الآن، وخاصة يعني الجانب السني وإعادته وقلب الحاضنة على الدواعش من قبل الجانب السني، هذه مهمة، تسليحهم وكثير من الأمور الأخرى. يعني ممكن نحتاج إلى قوات برية، لا أراها الآن في المدى القريب، لكن ممكن مع الناتو يساعد في عمليات الاستخبارية وتوجيه الطائرات لأهداف ذات ثقل استراتيجي كبير تؤثر على موازين يعني وقلب الموازين القوى. بالنسبة يعني هو في تضخيم بالنسبة لقوته، وأعتقد في يعني في المدى الطويل سوف ينتهي هذا التنظيم إن شاء الله. نعم، اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار الخبير في الشؤون العسكرية، عفوا، شكرا جزيلا لك.